دائما ندفع به حفلنا هذا الوقوف دقيقة واحدة لقراءة سورة الفاتحة لشهداء الأيمن وكل شهداء العراق. نحاول نوصل رسالة أهالي الضحايا، رسالة أهالي الشهداء. نحن لسنا جهة سياسية، نحن شباب متطوعين نخدم المدينة. رحبوا معي ابن النجف الأشرف في إلقاء الكلمة ومحاضرة، فليتفضل مشكورا. كل شعب إخوان يمر بنكبة، يتأذى، يتألم، يعاني، بس لازم ينهض، لازم ما يبقى واقع. أنتوا الأمل، شبابكم، أطفالكم، رجعوا مدارسكم، رجعوا حياتكم شوية شوية. تحية خاصة أول للشهداء وذوي الشهداء والحضور الكريم الأستاذ عقيل وجماعة الحشد الشعبي والقوات الأمنية الموجودة هنا. طبعا احنا بحاجة إلى مثل هذه الندوات في المناطق لغرض توعية الشباب، توعية الأهالي وتشجيعهم ومد يد العون لهم. باقوا الضحكات من وجه الأطفال، اشمال حتى الزمن شايف قاسي، هدموا آثارنا وباقوا بنوق فنهم يبوقون ذول إحساسي. شفت شارع مكسر، شفت شارع مكسر كله أبوات، ميت على رصيف وسال دمه، شفت واحد يبوق الوضع والناس من طبع الحرامي يبوق ظلمه، ولا شايف حرام إنسان هالطول ولا واحد يرد حلوك صمه. عجيب اش غيرك ما تقول لي عراق، كل شعبك تهجر كافي لمه. سلامتكم. شفت ناس تفتق منها الجلود، وشفت جثة العصرها الموت ثم الدود، وشفت وادم وجهها يعذب الدفان، تضحك تضحك بس حزن باب الفرح مسدود. سكتت كل أصوات الدنيا وبس صوت الموت يجر بينا، يمكن مرت عدهم سهلة وما شفنا حد يواسينا، صارت جوع وضاقت حيل بس خبز وما يتعشينا، وابني مديد على الخبزة حسرة بقلبي ودمعة بعينه، وداعش يضحك حيل مكيف برقبتنا يعد السكينة، ذبحوا ناس وغرقوا ناس بالذل والخوف معيشينه. شغلت ابني على ايد من راح انشتل، على ايد واحد مهاجر ما تعرف من هو، دمه راح يشهد الحرامات مالي 97، دكمل مدرسة شهر هلالية ومطور، شهر ويومين مطور بالشارع يم المعمل ما قدرت افوت اشيله. من هو شتاله؟ من هو؟ اريد شتاله اللي ضربه. ما اريد لا لجان تعويضية ولا اريد القتلة اللي قتلوا المجزرة سواه سبب من المجزرة، يجيبوهم هنا يواجههم مع العالم، هذا اللي يريدوه. نحن معاناتنا كثيرة ما نقدر نحكي، لا مسؤول جاء، مجازر كثيرة صارت بالزنجلية، ما عدا مجزرة معمل بيبسي، مجزرة مال دورة، مجزرة مال مستشفى، مجزرة مال حي صحة، ما حد ما جاء ولا أي مسؤول، طالب المسؤولين يجون. قام فريق وعي لجيل أفضل أحد فرق تجمع نينوى والفرق التطوعية بفعالية لهذا اليوم على أرض مجزرة معمل بيبسي في الزنجيلي، حيث تخللت هذه الفعالية قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء والوقوف مع الأهالي والاستماع لمطالبهم.
تسمع لمطالبهم، وكان الحضور مفرح من قبل الأهالي ومختار المنطقة، إضافة للقوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة من أفواج الطوارئ وقيادات في الحشد الشعبي، وكان الحضور المشرف للمدرب الدولي المحترف عقيل العذاري ابن النجف والأستاذ في جامعة الكوفة.